مساء الخير على كل السادة المشاهدين في داخل مصر وفي خارج مصر. معاكم النهاردة مع حلقة جديدة في مطبخ نميسة والافتكاسات والتكات الحديثة. والنهاردة جايبة لك أصناف معجنات، لازم لما تشوفي وشك كده أعرف إن موجود معجنات. والناس اللي بتسأل عليا كلها، والناس اللي بتيجي على صفحتي تقول لي أنا بدور يا شيف عليكي كل يوم أجيب القناة عشان أشوف حضرتك موجودة النهاردة ولا لأ، بشكرهم جدا. والنهارده جايبه لكم صنفين معجنات، يعني عجينه واحده هنقسم منها حاجات وهيوريكي تشكلي ازاي اصناف حلوه جدا تعجب حضرتك باذن الله. وجايبه لك ازاي تصنعي التمر هندي في البيت، مش انت بتجيبيه جاهز من عند العطار وتبليه، لا انا هوريكي تصنعيه ازاي. ولازم تحتفظي ان شاء الله بالحاجات المهمه دي، هتنفع حضرتك جدا في رمضان. وهنبتدي اول حاجه بس استاذ محمد يجيبها لنا، ده عيش فطيره، يعني عيش زي الفطيره كده عاملينها نغمس بيها الشاي الصبح بمناسبه القعده اللي احنا فيها والفاضه اللي احنا فيه دلوقتي. اهي بص شكلها عامل ازاي، عشان ما رضيتش ادخلها الفرن لما ادخلها مع حضراتكم الفرن. انتوا عارفيني طبعا لا بعمل حاجه بره الهوا ولا كده، يعني ولا كده، كل حاجه قدام الكاميرا على طول. نجحت بقول لك ايه اللي نجح، حاجه فيها باظت بقول لك ايه اللي باظ، حاجه فيها قابلتني مشكله بقول لك ايه المشكله، عشان انا كل هدفي هنا مش ان انا اعد اصناف وخلاص، لا ان انا اوري حضرتك من الالف للياء ممكن توصلي لايه وممكن تعملي ايه وممكن تعدي يومك ازاي، بس برضو باكل مفيد وصحي ولذيذ ويعجب ولادك ان شاء الله باذن الله. بصي حتى البطاطس حطيتها تتحمر على النار عشان ايه قبل ما ادخل هوا، يعني كل حاجه على الهوا اهي. هاخد بقى العيش بتاعنا فطيره الشاي دي هاخدها ادخلها الفرن، وهنعجن بقى دلوقتي وانتكتك ونفنن، وهنطلع لك من الصنف اللي انا فرداه قدامي ده والصنف ده. خلاص انا هروح الفرن اهو، ماشي اهو كده بسم الله الرحمن الرحيم. دخلها الفرن، هي مش عايزه درجه حراره عاليه قوي عشان تنفش، يعني هوريك الطريقه اللي هتخليها تنفش دلوقتي. انا مسخنه الفرن عالي بس هوري حضرتك الطريقه اللي تخليها تنفش ازاي، يعني من اول مره تنجح معاكي باذن الله ان شاء الله باذن الله. خلاص اقفل، جات يا ابني اقفل، ماشي 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 يا ريس، ماشي يا ريس كده. هنزل بس الفرن كان على 250 هنزله على درجه حراره 200، اوكي. وحط البطاطس اهي هقلبها مره، شويه بطاطس كده حلوين عشان هنعمل برضه النهارده فراخ مقرمشه. بمناسبه الحاجه اللي سالتني ولادك بيحب ياكلوا ايه، طبعا لازم اعرف الناس اي سؤال اي سؤال. بصي وهنستغل الزيت النهارده استغلال قاطع 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 كالعاده، يعني ما انت دايما ايه زي ما قلت لك قبل كده وبقول لك وهقول لك مع ايمان ابو العينين هتعملي ايه، هتطبخي وكمان هتالفي بس ان شاء الله من غير ما تكلفي. بصي دي بقى عيش هنقطعها دلوقتي بطريقه سهله جدا، دي عجينه مطلعاها من اللي هي دخلت الفرن دلوقتي دي، اوكي. بصي الشطاره، بصي اتقلبت فرن اهو هدومي كلها راحت دي، بس عادي فدى حضراتكم عادي تمام. افردها بس الايه، انا فردها شويه بس وطولتها على ايديا، انت افردي في البيت بقى على ايديكي كده، انا بسهل لك الدنيا خلي بالك. كل هدفي ان انا اعمل لك حاجات سهله بطريقه بسيطه بسيطه جدا. والبطاطس بتاعتنا على النار وهنقطع دي كده بالطبق اهو، طبق عادي اهو، انت ممكن تعمليها رغيفه خلي بالك، يعني مش لازم تقطعي بالطبق زي كده، ممكن تعمليها رغيفه، ممكن عندك قطعه تقطعي بيها، يا دي برضه هتبقى زي الرغيف كده يبقى شكلها حلو جدا ان شاء الله تعجب حضراتكم وتنال رضاكم ان شاء الله باذن الله. والعجينه بتاعتها سهله جدا وبسيطه، سهله وبسيطه، كل حاجه عندنا هنا كل حاجه عندي هنا في البرنامج سهله وبسيطه ان شاء الله باذن الله كده اهو. الطبق بس ملهوش حرف عادي زي الطبق اللي عند حضرتك في البيت، فانا بضغط عليه جامد والفه كده اهو عشان نحط العيش ده مكان البطاطس ونعجن بقى ون ايه ونفنن، ولا ايه يا استاذ محمد؟ ها اكيد بقول اكيد يا باشا. ماشي كده. والعجينه اللي اتفضلت اتبقت مننا دي هنقطعها نلفها حوالين بعضها كده، ممكن نقطعها حتت والله ونحطها في ممكن نقطعها حتت ونحطها في الزيت حتت كده عادي مفيش مشكله خالص تمام. وبعد ما يخرج بقى اقول لحضرتك هتعملي فيه ايه برضو بعد ما يخرج تمام. هجيب بس ايه منديل، منديل ها لغه عربيه اهو، انجليزي ولغه عربيه وكل حاجه، وعربي افرنجي وجديد وقديم، ويا رب تكون الناس عارفه ان انا موجوده هنا النهارده اللي هم بيجيبوا القناه عشان يتفرجوا عليا ما بيلاقونيش. اخرج البطاطس دي لسه ما حمرتش قوي بس نخرجها برده، بس اللي عندي شغال هجيب دي كده عشان عندي شغال عماله تلسع ايدي، هحط دي كده اهو قدامي كده واخرج عليها شويه البطاطس دول عشان نقدمهم مع ايه مع الفراخ. استاذ محمد لو سمحت تفكرني بايه، بالفرن يا باشا، بالفرن يا باشا، ماشي يا ريس. كده اهو. بصي تخلي دايما الزيت بتاع حضرتك في حاجه ضيقه، ما تحطيش الزيت في حاجه واسعه عشان خاطر يعني ايه برضو ما تبوظيش الدنيا، يعني احنا مش نوفر حاجه وحاجه تبوظ، لا ما تبوظيش الدنيا
كده يعني ظبطي حاجاتك واحده واحده كده، هتلاقي الدنيا بقت مظبوطه معاكي ان شاء الله باذن الله. اهو كده هنا اهو، شيل دي بس كده، ايه دول وقعوا مني اشيلهم مرموم هنا، مش حطيتهم تحت، مرميش النعمه حرام والله. وهاخد بقى بعد البطاطس على طول احط بقى هنا ايه رغيفين كده واشوف ايه الاخبار. تمام اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يطلعوا حلوين. انا بجربها اللي هي دي، انا عملتها لجميع الاشكالات، يعني العجينه مقربلها كده اللي انا بعملها هنا في البرنامج. بس برضو عايزه حضرتك تركزي معايا. معانا مين يا استاذ محمد؟ استاذ رجب، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. تحياتي ليكي والله، كله تمام والله. تحياتي لحضرتك استاذ رجب، اهلا وسهلا. تحياتي ليك وتحياتي للمشاهدين والفريق الاعداد المحترم والله. تحياتي لحضرتك واهل الاسر الكرام اللي دايما منورينا هنا في البرنامج يا حاج رجب. وتسلم يدك على كل بصراحه حاجه بتعملها لنا احنا وقاعدين في بيوتنا بصراحه، ربنا يبارك فيكم، اتعلمنا حاجات بصراحه، ربنا يبارك فيك، انا سني كبير خلي بالك، وتعلمت حاجات كثيره منكم. ده حاجه تسعدني والله يا حاج رجب، وسؤال حضرتك وتليفون حضرتك النهارده حاجه على دماغي من فوق، ونورتني. شكرا جدا ليك. يا حاج رجب الف شكر. بص يا ابني، انت جايب الحاجات الحلوه دي ولا ايه؟ جايب العيش الحلو ده يا ابني؟ اكيد يا باشا، ماشي. هجيب بس منديل عشان اخرج عليه العيش بتاعنا الحلو الجميل ده، وهوري حضرتك دلوقتي تعملي فيه ايه. تعالى يا ابني، كل حاجه عندي هوس في مسيح الحاجات، كل حاجه لازم امسحها، لو حتى لسه عاملاها دلوقتي برضو لازم امسحها. استاذ محمود اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمود. منوره الدنيا يا شيف، ربنا يخلي حضرتك استاذ محمود، اهلا وسهلا. تسلم ايديكي على المعجنات ويعني حاجات جميله كلها، ربنا يخلي حضرتك استاذ محمود. شهادة اعتز بيك. رمضان دخل علينا بقى يا شيف وكده، والقرص الطريه والكلام الحلو ده بقى والمعجنات الحلوه. من عينيا الاثنين يا استاذ محمود، وهعمل النهارده التمر هندي اصنعه لحضرتك على الهوا، ازاي بكميه سكر تعمل كميه كبيره في البيت وتوفر عليك ان شاء الله باذن الله، وتدعي لي بقى وانت بتبل في رمضان ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني يا استاذ محمود، شكرا جدا. كده حمروا جامد دول اهم يا جماعه، وانا بكلم استاذ محمود. بص حمروا ازاي، هي انت ما تستنيش عليا لما تحمر او كده، بس في ناس بتحب الحاجات حمراء قوي كده. اطلع كده واقول لك بقى العجينه ايه، ونفنن دلوقتي ونتخانق مع المخرج ونعمل كل حاجه، اي حاجه احنا بنعملها نعمل. تمام، هطلعه كده، بس هطلعهم كده على المنديل ايه، ينزلوا الزيت منهم، وهوريكي برضو تعملي فيهم ايه. هحط غيرهم بقى. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، نورتنا وشرفتنا يا استاذ محمود، والحاج اللي كلمنا من الاقصر برضو نورنا وشرفنا على دماغنا من فوق. اه والله كده، حطي ثلاثة المرة دي، انا بحب استغل الزيت استغلال تام، استغلال قاطع، مش تام بس قاطع. وهنجيب بقى هنا ايه العلبة بتاعتي دي، هحط فيها شويه سكر من بتاع التمر الهندي اللي انا هعمله دلوقتي ده، شويه مش كتير، مش هكتر عشان ايه اللي يتبقى هيبقى فيه زيت. استاذه مريم اهلا وسهلا بحضرتك استاذه مريم. انت عامله ايه؟ اهلا وسهلا. انت عامله ايه؟ الحمد لله، انت كويسه؟ اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي، مش سامعايا يا استاذ محمد؟ انا بسيط كده. ربنا يخليك يا حبيبتي، اتفضلي معانا بقى. احلى شيف نميسه في الدنيا، احلى مريم في الدنيا. منين يا مريم؟ من اسكندريه يا شيخ. ايوه، حروايح البحر جايه معاكي، هب عليا كده. عايز اقول لك على حاجه انا واخويا يا شيخ. اتفضلي يا حبيبتي قلبي. نميسه نميسه انا والله العظيم، وحشتوني كلكم، وزي ما انتوا بتحبوني انا بحبكم اكتر واكتر كمان والله. والله بحبك جدا. سلمي لي على ماما كتير يا استاذه مريم، بتساعدي ماما صح؟ بتساعدي ماما؟ ايوه، هي بتسلم عليك يا وتيتا والعيله كلها. سلمي لي عليهم كتير، وقولي لهم والله كان بودي اقعد معاكم القعده الحلوه دي. كان نفسي. منوره يا شيف، ازاي بس اسكندريه احنا نعمله معاكي احلى واجب. ربنا يخليكي يا رب حبيبه قلبي استاذه مريم، شكرا جدا ليكي، نورتيني وشرفتيني. اه بصي بقى، الاستاذ محمد بيقول لك عايز يجي رخر اسكندريه. اه استاذه منار، معلش يا استاذه منار كلمينا تاني، معلش اسفل حضرتك جدا جدا. اجيب منديل كمان امسح الطبق التاني. بصي بتقب ازاي يا جماعه ويبقى شكلها حلو ازاي. بصي عجينه واحده هطلع لك منها الصنفين دول. تمام، بصي هنا كده اهي، تحطي هنا بقى ايه تغطسي، ممكن تحط عليها بقى لو انت مش عايزه كده ممكن تحط عليها ايه سكر بودره عادي خالص، عسل زي ما كنت قلت لك المره اللي فاتت، ده عيش تعمليه تاكليه مع الشاي بس، هو كل يعني هدفي منه تاكليه مع وانت قاعده في البيت مع الشاي، حاجه حلوه كده سريعه سهل عليك الدنيا. بصي شكله حلو ازاي، زي البطايه الصغنطوطه، بصي زي البكاكينه الصغنطوطه كده.
تحطوا بقى في السكر يمين وشمال ونطلع هنا ايه ونطلع دول بقى عشان ما يحمروش مننا جامد. ايه هما منفوخين ومقلبظين كده استاذ محمد جايبهم؟ مجهودي يا ابني مجهودي، ها مجهودي ملعب عليك اهو. النبي ده كلام، شيل بس الزيت على جنب، بص شكلهم حلو ازاي. ده عيش بص في ثواني مش هتلحقي يعني انت، يا دوب يا دوب. بص شكلهم حلو ازاي، بص دول كمان جنبهم. بصي خليك يا استاذ محمد، خليك خليك والله العظيم خليك، خليك قاعد معايا كده. اشيل دي ماشي يا ريس كده. البس التوابل الجديده بتاعتي، انت عايز عايز تهدي على فرحتي ليه؟ سيب نفرح وتبصي شويه مع الناس كده اهو تمام. الله بص شكلهم حلو ازاي، شكلهم جميل. وترش عليهم بقى سكر بودره، سكر عادي براحتك بقى، اللي انت عايزاه تحطيه عليها، عسل نحل، جبنه، براحتك. ننزل بقى ايه دلوقتي ونشتغل بقى شغلنا ونشوف ورانا ايه بالمقادير. تمام مقادير يا استاذ محمد لو سمحت. حاضر يا باشا ماشي ماشي يا ريس. هبص بس على الحاجه اللي في الفرن، بص ما شاء الله عليها، يعني هوطي الفرن بقى خالص. هشغل بقى منين؟ هشغل من تحت بس. بصوا ايوه من تحت ومروحه. بص كده في الفرن يا استاذ محمد لو سمح، ما شاء الله ما شاء الله، حاجه هتعمليها بصي خيال كده خيال. بصي عامله ازاي، يطلعها بره شويه اهو. ايه رايك؟ بص جميله ازاي، شكلها تحفه. دي فطيره عجينه، عجينه سهله خالص من اللي انا خرجت منها العيش اللي قدام حضرتك ده. وهعمل لك بقى الطريقه دلوقتي، هعجن واوريك تطلعي العجينه دي ازاي وتطلعي العجينه دي ازاي. بس هبص في الجنب بس كده، لا هي لسه عايزه من الجنب شويه، هسيبها من تحت شويه. بس فكرني بقى يا استاذ محمد، ها عنيك على مسؤوليتك، ها لو جرى لها حاجه هقول للناس انت السبب تمام. ننزل بقى بمقادير يا استاذ محمد، مقادير فطيره الشاي سهل خالص، وهي هي نفس العجينه هنطلع منها الصنفين الاثنين. مقادير ايه بقى؟ فطيره الشاي يا ريت. تمام هنحط بقى هنا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، في قلب البوله حوالي كوبايه لبن، مش حوالي قولي كوبايه لبن، ما عليها كوبايه ميه اه كده، كوبايه ميه عليها معلقه كبيره خميره. اه اكمل ولا تنزل مقادير الاول؟ طيب ماشي تمام. فاصل قصير وبسرعه وراجعين، انتظروني. اهلا بحضراتكم، المخرج بيضحكني والله اقسم بالله بيضحك. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. ما عملتش حاجه غير كسرت بيضتين وربيتهم كده بالشوك عشان نعمل فيهم الفراخ، هركنهم على جنب، مش حطيت حتى ما رضيتش احط لهم فلفل اسود ولا ملح ولا اي حاجه. احنا دلوقتي استاذ محمد هينزل لنا جري 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 مقادير فطيره الشاي، او هي نفس المقادير، عيش العيش بتاع اللي هنقدمه ده العيش المقلي، هي هي نفسها مقادير فطيره الشاي. وبمناسبه المقادير وفطيره الشاي، هبص على الفطيره بتاعتي اللي في الفرن كده واشوفها عامله اخبارها ايه. شكلها تحفه تحفه فنيه يعني، الحمد لله والله توفيق ربنا مش شطاره مني. دي عجينه عاديه زي اللي انا لسه ايه، بص شكلها عامل ازاي، بصي بصي حضرتك بصي شكلها حلو ازاي. خلاص كده يا ابني هشيلها بقى ايه، هخرجها بره الفرن. هي خلاص كده استوت وقالت بقى طلعيني يا شيف عشان حرام عليكي، ايه طلعيني بره الفرن، حطها هنا اهي كده. بص شكلها حلو ازاي، لسه مدخلاها الفرن قدام حضرتك حالا، وما شاء الله عليها طريه طريه من جوه. بصي بص طريه ازاي، بص شكلها. هنقطعها دلوقتي كده اهي، بص شكلها عامل ازاي، تحفه تحفه ان شاء الله تعجبك. بص الطراوه بصي، والمخرج بتاعنا بص جايبها لك على الشاشه اهي. تعرفهاش هو لسه الجماعه هنا معايا هنا على الكاميرات، لسه واحد زميل يعني هنا على الكاميرات بيقول لي يا دي كيكه يا شيف، قلت له لا يا ابني دي عيش، يعني مش فارق الكيكه من العيش، بس برضو احنا بنحاول نوفر على حضرتك ونجيب لك اصناف حلوه تعجبك وتريحك في البيت، وحاجات جديده يعني بنجدد في مطبخنا حاجات جديده ان شاء الله باذن الله. ويا ريت استاذ محمد بقى ينزل لنا المقادير واحده واحده كده، ونعجن ونفنن ونقول ونرد على اسئله حضراتكم. المقادير فطيره الشاي او العيش بتاع المقلي اي حاجه، هما الاثنين نفس المقادير، عباره عن ايه، كوبايه لبن عليها كوبايه ميه عليها معلقه كبيره خميره عليها معلقتين اتنين كبار سكر عليهم رشه ملح ونص معلقه او معلقه صغيره بيكنج باودر، نص المعلقه الكبيره معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه كبيره خميره ونص كوبايه زيت
نصف كوبايه ايه زيت بس، مفيش اكتر من كده. ايوه هي وبيضايه كمان. يعني اقول لحضرتك المقادير تاني: كوبايه لبن، كوبايه ميه، تحطيهم في الاول في بوله زي ما انا حطيت على بعضه كده، معلقه كبيره خميره، معلقتين سكر كبار، نص المعلقه الصغيره ملح، بيضايه، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص كوبايه زيت، ونعجن نلف العجينه على قد ايه. الدقيق هيبقى حسب الحاجه اللي هي هتاخد ايه العجين، يعني الدقيق بتاعنا هيبقى حسب الميه السوائل اللي احنا حطيناها للعجين. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حصل يا ابني؟ كده حطينا كل المواد ايه السايله. بصي هنا ادي البيضايه على كوبايه اللبن وكوبايه ايه الميه، ادي البيضايه عليهم تمام، وعليهم على طول كده معلقه الخميره الايه الكبير، عليهم كله على بعضه، كل السوائل على بعضها، عليهم على طول معلقتين السكر. اجيب المعلقه راحت فين؟ تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي معلقه سكر كبيره وادي معلقه سكر كبير. استاذ عبد الله اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اهلا استاذ عبد الله، اهلا وسهلا. ازيك استاذ عبد الله، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله، احلى نمشي في الدنيا. ربنا يخليك استاذ عبد الله. والله انا بحبك قوي يا شيف. ربنا يخليك استاذ عبد الله. انت في سنه كام؟ طيبه والله يا شيف، والاكلات كل اللي انت بتعمليها حلو قوي. كل سنه وانت طيب وبخير يا رب، وماما طيبه وكل عيلتك طيبه وبخير، وكل الشعب المصري طيب وبخير. سلم على حضرتك والله، سلم لي عليهم كتير. اه والله يا شيف كتير يا استاذ عبد الله، ربنا يخليك. لو سمحت مامتي بس كانت عايزه طريقه التمر الهندي في اخر الحلقه، وعايزاك تعملي. اه هنعملها ان شاء الله باذن الله. المقادير لسه استاذ محمد هينزلها لنا، انتوا لسه فاتحين على البرنامج صح؟ اه المقادير استاذ محمد هينزلها لنا دلوقتي حالا بالا، حالا بالا هيقول لك المقادير نزلت اهي. شكرا جدا ليك استاذ عبد الله. يبقى قلنا تاني اهو، حطينا في البوله دي ايه كوبايه لبن، كوبايه لبن، كوبايه ميه، نص كوبايه زيت، معلقه كبيره خميره، معلقه البيكنج باودر الصغيره هحطها مع الدقيق، لما بزود الدقيق هحطها معاه تمام، معلقه كبيره خميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، بيضايه، ونعجن بالدقيق. ام عمر اهلا وسهلا بحضرتك. ام الو. عمر اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيكي. اهلا وسهلا. والله انا بحب جدا حبيبتي، حبيبتي والله، وشرف ليا والله يا ام عمر. اهلا وسهلا بجد، انت بسيطه جدا، بسيطه جدا وروعه. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك، انا من دمياط هنا. اهلا وسهلا باهل دمياط، منورين. هتعزميني عندك مره بقى يا ام عمر؟ ان شاء الله باذن الله. تعالي بس باذن الله. حبيبتي يا ام عمر، حبيبتي على اكل السمك جميله. حبيبتي يا ام عمر طبعا، الدمايطه الا السمك بتاع الدمايطه وبورسعيد واسكندريه والناس الحلوه دي. نورتيني وشرفتيني. مالكيش اي سؤال يا حبيبتي؟ بقول لحضرتك البرنامج بيتعاد تاني؟ بيتعاد طبعا ان شاء الله باذن الله. اقول لحضرتك المخرج هيقول لي على عدد دلوقتي، ولو ما قالش يبقى هو المسؤول. تمام. حاضر يا ام عمر. بص كده يا استاذ محمد، ادي المعلقة، نص المعلقة الكبيرة بيكنج باودر، نصها اهو اهي، عشان دي المعلقة الكبيرة. لو معلقة صغيرة تحطي ايه؟ تحطي معلقة صغيرة مليانة، انما المعلقة الكبيرة تحطي نص المعلقة زي ما انا قلت لحضرتك كده. وناخد شوية الملح. بص انا يعني عايزة اوصل لك المعلومة والله بكل سهولة، عايزاكي تعملي احلى حاجة في البيت ان شاء الله باذن الله. وادي نص معلقة صغيرة الملح تمام، وهنعجن بقى هنا ايه، نلم العجينة بتاعتنا كده. العجينة اللي هي دخلت الفرن دي سايلة، بتبقى سايله زي، شفتي حضرتك عملت قبل كده في البرامج التانية بتاعتي بيتزا سايله كده ودخلتها وعملتها في الفرن، دي مقربالها جامد يعني. ام صلاح اهلا وسهلا بحضرتك. ابو صلاح اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك ابو صلاح. كل عام وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك بخير يا رب دايما. الله يخليك. اهلا وسهلا. انسانه بسيطه وجميله وما شرتش الكونتر يبقى مليان مكركب وخضار وطبخ ومش عارف ايه. ما احنا بنعمل بقى حاجات بسيطه يا ابو صلاح والله. زي البيت بالظبط. حضرتك يعني قدوه لناس كتير بيكركبوا الدنيا ويتحموا والثلاجه مليانه والكونتر بيبقى مليان ومش عارف، وهي طبخه بسيطه يعني. لا 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 يا ابو صلاح، ده انا من عاداء ان انا ارمي اي حاجه، ما بحبش ارمي حاجه ابدا، حرام. في ناس اللي الحاجات اللي احنا بنرميها دي هي مش لاقياها اصلا. انا متابع
انا متابع البرنامج، متابع حضرتك، وبلاقي حاجات بسيطه بتطلعي منها اكل جميل اي حد يعوزه في البيت ومطلوب يوميا، يعني مش شهاده يعني. شهاده من حضرتك اعتز بيها، وفرحانه جدا ان وجهه نظري وصلت لحضرتك وبتوصل للناس برضو زي حضرتك كده. ابو صلاح حضرتك يعني باختصار كده مكالمه حضرتك دي ليا حاجه اشيلها على دماغي برضو من فوق. ليه بقى؟ عشان حضرتك فهمت هدفي هنا في البرنامج، ان انا اوصل ان انت صاحبه ست البيت تعمل احلى حاجه من حاجات بسيطه يعني مش مكلفه، بس برضو تعمل لولادها احلى حاجه. نورتيني يا ابو صلاح، وحضرتك تنورني في البرنامج على طول ان شاء الله. نعجن العجينه السائله اهي. استاذه مي اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه مي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا شيخ. الحمد لله يا حبيبتي قلبي، اهلا وسهلا بيك. تسلم ايدك على الحاجه اللي انت عاملاها. ربنا يخليك وربنا يسلمك يا رب. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك معلش، انا عايزه بس طريقه العيش الطويل ده. طريقة ايه؟ العيش الفينو في البيت. الفينو؟ حاضر يا حبيبتي حاضر. انت منين؟ منين يا حبيبتي؟ انا من طنطا. من طنطا؟ حاضر هقول لك. عايزه تعملي عيش فينو في البيت؟ اه حاضر هقول لك على احلى عيش فينو. ولو رجعت على صفحتي الشيف ايمان ابو العنين بالعربي هتلاقي عليها كل الاصناف، باجت فينو بلدي شامي سوري كل الاصناف. بس هقول لك برضه على طريقه العيش وهتعملها بطريقه سهله جدا. بص العجينه دي ماشي يا حبيبتي، شكرا جدا ليك. بص انا اللي بطري العجينه اهو معايا اهو، شايفني كده يا استاذ محمد؟ انا عايزه العجينه اللي انا عملتها في الصينيه دي تكون سايله، شايفني كده عشان الناس تبقى شايفه. ممكن تعجنيها بمعلقه مش لازم بالجلافز والله، ولا بايديكي حتى ممكن تعجنيها هي سايله. انا عايزاها سايله كده اهو كده. بصي سايله ازاي، مش عايزاها ماسكه ببعضها. بصي انا عايزاها كده، عايزاها يعني تبقى سايبه بعضها خالص كده ماشي، ونسيبها يعني زي ما هي كده، بنركنها على جنب ونسيبها ايه تخمر، عشان هي فيها خميره. العجينه دي جواها خميره وجواها بيكنج باودر. عامل الرفع هنا البيكنج باودر وخميره الاثنين مع بعض مش حاجه واحده بس، وهركنها على جنب شويه تخمر. والعجينه الثانيه برضو هو عايز اوري حضرتك حاجه الثانيه بقى اللي هي صاحبتها الثانيه، يعني دي سايله اهي. المخرج جايبها لنا، جاي يا استاذ محمد اهي. بصي سايله ازاي، بصي بصي سايله ازاي. هاخد بقى منها جزء من نفس العجينه كده، جزء اهو نفس العجينه السايله اهو. بصي جزء احطه هنا على شويه دي اللي فاضلين معايا فين في البوله دي، تمام، عشان اطلع منه الصنف اللي هو العيش اللي قالته قدام حضرتك ده. هعجنها كده ببعضها، يعني هسيب جزء واعمل الجزء اللي هو السائل اللي هو كانت العجينه بتاعته ماسكه، وانا بوريها لحضرتك. اوكي ماشي يا استاذ محمد، معايا معايا يا ريس. ماشي نعجن العجينه كده. بص الجلافز بقى انت في البيت عجني براحتك، ولما تلاقي ايدك كده الجلافز ماسك فيها زي كده عادي خالص مفيش مشكله. شويه دقيق، احنا في عصر السرعه لازم نتعايش، لازم تتصرفي. شويه دقيقه اهو وتيجي عامله بالجلافز كده، تمام اهو. بشويه دقيقه هيلموا لك العجينه وسلكوا الجلافز من ايدك، او شويه زيت. انا ما بحبش الجلافزات والله بصراحه، بس هي لازم بقى على الهوا لازم تشتغلي بايه بالجوينت، تمام. نعجن فيها كده اهو، والمخرج عمال يقول لي يلا يا نميسه خلصي. وطريقه العيش الفينو سهله جدا، حضرتك بتجيبي نص كيلو دقيق، بتحط عليه نص كوبايه زيت، بتحط عليه معلقه ملح كبيره، معلقه ملح صغيره قصدي، معلقه سكر كبيره او معلقتين سكر، وبعدين تعجني بمعلقه خميره، وتسيب العجينه تستريح بس شويه كده، وبعدين تشكليها صوابع طويله كده وترصيها في الصاجه وتسيبها تخمر تاني، تمام كده يا استاذ محمد. خلاص كده اهو جبنا دي العجينه بتاعتنا. بص عامله ازاي، بص طريقه برضو، ها بص طريقتها، بص طريقه برضو مش جامده يعني جايه ولا عامل ايه اهي. بص طريقه ازاي، بصي طريقه برضو اهي، بس هي لما تهدم العجن بتاعي ومسكاني فيها مسخناها ايديا هتبقى زي العجينه اللي قدام حضرتك ده، هتتفرد بكل سهوله، تحط تحتها شويه دي وتفردها بكل سهوله. خلاص يا ابني، تمام يا ريس ماشي. اقلع بقى ايه الجلافز. مين مين؟ ادي العجنتين اهم، ادي العجنتين يا جماعه اهم. بص ادي العجينه اللي هي قدام حضرتك دي، هشيل دول كده ورا، تمام. ادي العجينه اللي هي قدام حضرتك اللي انا لسه عجنها. بصي قلعت الجلافز، انا بحب اشتغل بايدي جدا والله. بصي ادي العجينه اهي اللي احنا طلعنا منها جزئين اتنين، ادي واحده اهي اللي هي الجامده اللي هنطلع منها دي، نفردها هنا على الرخامه زي ما فردت دي بقيه الاولانيه، وادي السايله هنسيبها تخمر زي ما هي، وبعدين ندهن صينيه زي دي زيت من الجناب بس، وبعدين نحط فيه العجينه السايله دي ونسيبها تخمر تاني عشان تطلع لحضرتك الشكل الحلو اللي قدام حضرتك ده. يبقى ادي العجينتين الاثنين اهم. استاذه ايه اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه ايه اهلا وسهلا.
معاك يا استاذه ايه، اتفضلي. ايوه حبيبتي معاكي، اتفضلي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيك. وحشانه والله. ربنا يخليكي يا رب حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. انا بحبك، بصي هقول افضل اقول لك بحبك لحد بكره. شرف ليا والله، وحاسه بحب حضراتكم ليا، وانا كمان بحاول اجتهد على قد ما اقدر عشان اجيب اصناف حلوه بامكانيات بسيطه لحضراتكم والله. اهلا وسهلا. انا عايزه رقم حضرتك. حاضر يا حبيبتي، ارجعي الكنترول، في الكنترول هيديهولك يا حبيبتي قلبي. وانا بكلمك الحلقه. بتقولي ايه يا حبيبتي؟ انا بكلمك كل حلقه حبيبتي. ده انت هي حاجه على دماغي والله، وكلكم حاجه بتسعدني والله العظيم كلام حضراتكم ليه. شكرا جدا ليكي استاذه فاطمه. استاذه فاطمه، استاذ محمد. نو استاذه ايه، اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ايه. الو، اهلا وسهلا. عايزه طريقه البيتزا. البيتزا؟ حاضر يا استاذه ايه، من عينيا. انت منين يا استاذه ايه؟ اهلا وسهلا بيك. حاضر، عينيا الاثنين. اقول لحضرتك طريقه البيتزا، احلى بيتزا. متابعينا بقى عشان تتفرجي على التمر الهندي، هنصنعه هنا في البرنامج، هنصنعه هنا. ها ماشي استاذ محمد، مقادير التمر الهندي اكد عليها. ماشي تمام، حطينا هنا اهو. هنعمل دلوقتي في شويه فراخ كده، ايه، مقرمشين حلوين كده مع بعض، سهله جدا اهو، في طبق عادي زي اللي عند حضرتك في البيت. حطيت بيضتين وعليهم ايه، ملح وفلفل، بس هربهم مع بعض كده بالشوك، شويه ملح وشويه فلفل، تمام، وشويه ايه عليهم، شويه توم باودر. تعالي، انت مش عايزه تفتحي ليه؟ زعلانه؟ ماشي، ما تزعليش. معانا مين يا استاذ محمد؟ معانا ربنا سبحانه وتعالى احسن من اي حاجه. استاذ محمد لو سمحت، بتجيبي حضرتك بقى ايه زي ما انا عملت كده، هوري حضرتك انا عملت ايه. حاجه سهله، ما تقلقش ما تقلقش يا استاذ محمد. بصي الفراخ دي انا جبتها. ماشي ماشي، ما تقلقش. ماشي يا ريس، بس بص قد الخناقه معايا بعد الهوا. لا استحيل. بص الفراخ اللي المخرج بتاعنا جايبها لحضرتك دي، انا عملت ايه، هقول لحضرتك بقى عملت ايه. جبت وراك فراخ وغسلتها كويس وصبنتها كويس وحطيتها في مصفى، وبعدين رحت حاطه بصلايه من طرنشات كده وطماطمايه طرنشات زيهم، وشوحت فيهم ايه بشويه زيت صغيرين عشان الفراخ بيبقى فيها دهون، وشوحت فيهم الفراخ زي ما حضرتك شايفه كده لحد ما اتبلوا ببعض وخدوا اللون البني اللي هو الفاتح ده. رحت مزودهم شويه ميه مغليه، كوبايه ميه مغليه، وسبتهم استووا نص سوه على النار. وبعدين بقى هنعملهم مقرمش. دي الطريقه انا عملته بكذا طريقه، هتلاقي حضرتك عندي على الصفحه بتاعتي كذا طريقه للفراخ البروستد دي. الطريقه دي ان شاء الله باذن الله تبقى انجح طريقه ان شاء الله مع حضرتك. يبقى انا الفرخه غسلتها كويس وحطيتها في مصفى على جنب، وبعدين حطيت طرنشات بصل وطرنشات طماطم ورشه ملح ورشه فلفل، وشوحت فيهم ايه الوراك الفراخ، وبعدين زودتها كوبايه ميه مغليه، كوبايه واحده بس ميه مغليه تستوي نص سوا، حتى هي عليها حته طماطم الفراخ، هي مطرح اما كان ما انا عامله كده يعني قبل الهوا. وهعملها دلوقتي بقى اللي هيبنطها لي من هنا، الدقيق كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا، معلقه بيكنج باودر، شويه ملح، شويه توم باودر، شويه فلفل اسود، وهحطهم في ايه، بسم الله، هحطهم بقى ايه، هجيب الشنطه الكيس بتاعي. توديت الكيس فين يا ابني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي خليها عليا، ادي هحط في الكيس بتاعي اهو، ادي كوبايه دقيق، دي كوبايه دقيق معايا، وادي نص كوبايه الدقيق نصهم نشا، يعني كوبايه دقيق نصها كوبايه نشا، وادي معلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره بيكنج باودر، وبعدين بقى كده معلقه كبيره بيكنج باودر، وادي الملح بتاعنا. بس انت عايز تتقلب ولا ايه؟ ادي الملح بتاعنا اهو، وراعي ان انت حاطه لها ملح في الشوربه والخلطه اللي انت عاملاها. وادي الثوم الباودر، وادي البصل الباودر، ادي الفلفل الاسود قصدي، ده ثوم باودر على بصل باودر. وهنمسك الكيس بتاعنا نعمله كده كده، هنربطه كده تمام، وهنعمله كده ببعض كده. عايزه تزودي دقيق تاني عادي مفيش مشكله، انا ممكن احط لها دقيق تاني دلوقتي واحنا شغالين، وهنضرب كل ده عشان البودر وكله يروح فين، يروح في بعضه واحنا واقفين كده. وناخد حته الفرخه بكل سهوله، يعني بصي مش لود على حضرتك ولا اي حاجه. ادي دبوسه اهو، ونغطسه في التتبيله دي كده، ندخله جوه التتبيله، اشيل الكيس اهو، اشيلته اهو من غير ما تقول يا ريس اهو كده. واحطه فين؟ احطه جوه الفرخه، جوه الفرخه. لخبطتيني يا استاذ محمد والله لخبطتيني. بص كده، وحطينا دبوس واحد اهو، ونيجي عاملين ايه، نيجي عاملين كده. بص قافله الكيس بايدك بس تسيبي فيه هوا، بص الهوا ده اهو،
في هواء وبعدين تعملي كده جوه الكيس، تعملي كده. يا ريت بقى الحركه دي تعمليها وتيجي شايله ايه شويه حاجات كده منهم شويه، يعني تحطهم في الفريزر شويه. تمام، خرقه كده هنا اهو. عايزه اجيب طبق. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى انت وخلاص يا ابني اهي كده، حطها كده اهي. وممكن تبليها ميه قبل ما تنزليها الزيت، ممكن تبليها ميه عشان ما تبوظيش الزيت. وهناخدها اهي، اهي شايفه يا استاذ محمد، اروح على الزيت اهو، رحت على الزيت اهو، بس الزيت درجه الحراره عاليه، هرفع بس شويه كده هنا لحد ما اعمل حتتين احطهم فيها. وما عادش معانا غير الايه والاستاذه اللي هي طلبت البيتزا، هقول لك عليها حالا وانا شغاله حالا. والله العظيم ما ينفع كده، والله العظيم، والله العظيم ما ينفع كده. الاستاذه اللي طلبت البيتزا عايزه اقول لحضرتك عليها، معلش حته بيضه جت عادي زي ما تكوني في البيت بالظبط. اقول لك على البيتزا سهله جدا، بتجيبي كيلو دقيق عليه معلقه كبيره خميره عليه، ممكن تحطها، بصي ممكن عملتها اهي ودخلتها في الدقيق، ممكن احطها تاني في البيت طول ما انت عايزه الكميه بتاعتها تبقى اعلى والخلطه تبقى عليها اعلى، تحطيها حضرتك في البيت تاني مفيش مشكله اهو كده. جاي يا ابني ماشي، انت حاسه ان انتوا بتسلقوني؟ ها بتسلقوني يا استاذ محمد؟ ماشي بتسلقوني، والله بتسلقوني. ماشي كده اهي، خرجناها اهي. جاي يا استاذ محمد، بص اهي اهي، احطها في الزيت اهو كده اهي. بص حضرتك احطها في الزيت، وانا لقيت الزيت سخن شايلاه على جنب هنا اهو، جنب اهو، وبرضه حاطه الزيت مش كميه كبيره قدام حضرتك. يا فين الفراخ؟ نسيتوني الفراخ فين؟ والله يا اولاد، والله يا اولاد نسيتوني الفراخ فين. ارجع بقى ايه يعني الزيت يكون بتاع حضرتك مش سخن او يكون دافي، بس اخليها حتى هنا قدامي جنب كده عشان اقلبها، يكون ايه يعني سخن بس مش يعني مش قادح يعني، عشان خاطر يعني لما تحطي فيه الفراخ تلحق ان هي تاخد اللون من بره وتستوي كويس. هي مستويه اصلا نص سوا يعني، الطريقه دي حلوه جدا، وحضرتك هتعمليها ان شاء الله وتدعي لي باذن الله كده اهو. سهله جدا وبسيطه، مفيش ابسط من كده. تقطعي الورك ثلاثه، تقطعي الورك اربعه، يعني انت مثلا بدل ما تحطيه كامل وولادك بقى يبوظوه كده وكده. الاتصالات يا استاذ محمد لو سمحت، عشان الناس بتزعل مني بس، وانا شغاله كده وبرضه هعمل اللي انت عايز. ماشي ما تقلقش والله كده. ما كملتش لحضرتك بقى اللي هي عايزه البيتزا، ما كملتلكيش. كيلو دقيق، معلقه كبيره خميره، حطي لها طرف المعلقه بيكنج باودر برضه، دي حاجه جديده بس هتحلها لك وتخليها لك منفوخه زي العجينه اللي انا مطلعاها قدامي دي. تعجني بقى، عايزه تحطي لها شويه لبن رايب، شويه لبن حليب اللي عند حضرتك، شويه لبن بودره اللي عندك في البيت حطيه عليها، ومعلقه كبيره سكر، ومعلقه صغيره ملح الكيلو دقيق، هيطلع لك سبعه بيتزا جمال احسن ما تجيبي من بره ب 60 مره. احنا هنا ان شاء الله باذن الله عشان اقول لحضراتكم على الطرق اللي انتوا البسيطه، يعني انا ببسط لك الطريقه خالص، يعني طريقه الفراخ دي ان شاء الله النتيجه مضمونه باذن الله، بس ايه هي بسيطه اصلا في عمايلها، بسيطه هتنجح مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. هقلب بس كده دول اهم، مش شكلها حلو ازاي؟ وبعدين تحطيها بقى تاني، يعني انت لما تحطيها تاني هتعمل لك طبقات اعلى، كل ما تعوزي لو ان شاء الله حتى تحطيها مرتين ثلاثه في النار عادي مفيش مشكله. تمام، برضو طنشتيني يا ريس. ماشي ماشي يا استاذ محمد، دخلي الناس يا استاذ محمد عادي، قلت لك واعمل اللي انت عايزه. استاذه منى اهلا وسهلا. اهلا استاذ، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الو. ايوه يا حبيبتي معاكي، اتفضلي. انا بحبك قوي حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. اهلا وسهلا. ابنك ده ولا ايه؟ لو سمحت انا عايزه طريقه الحواوشي. حاضر من عينيا، عايز عجين ولا حواوشي عيش؟ قولي. طيب يا حبيبتي حاضر هقول لك. استاذه فاطمه اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه فاطمه اهلا اهلا. ايه ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيك. على فكره انا اللي كلمتك دلوقتي حبيبتي، ربنا يخليكي نورتيني. بس هما ما عطانيش الرقم، اديها الرقم لو سمحت يا استاذ محمد. بقولك حاضر والله، بقولك حاضر، بقولك ثواني بس، اول ما اقفل رن عليهم هو هيديك الرقم. حاضر يا استاذه فاطمه من عينيا الاثنين، اول ما اقفل الحلقه رني عليهم في الكنترول وانا هدي لحضرتك الرقم بنفس كده. حطينا اهو مرتين اثنين، بنحط فين في الخلطه بتاعتنا ونودي فين على الزيت اهو. تمام، هنعمل الحته دي كمان يا ريس، ونعمل التمر هندي. خلاص يا استاذ محمد، عارف على كده توتير، انا اتوترت والله، بس برضه لازم افيد الجمهور بتاعي.
طب اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ حطي نفسك مكاني تعمل ايه؟ خلاص انا خلصت يا ريس، ما عادش غير التمر هندي بس. المقادير جاهزه يا استاذ محمد لو سمحت. ماشي. لا مش وانا بختم دلوقتي. كده هنعمل الحته دي بس وهنشيل دول نكملهم بعد الهوا عشان المخرج. ودخل لي اتصالات يا استاذ محمد، دخل لي اتصالات عادي. ماشي ماشي يا ريس، ماشي ماشي يا ريس، انا سامعه اصلا. ها اهو مخرقه اهو، بعد ما نهزها هنا في الكيس. بص مخرقه شكلها حلو ازاي. بص هاخدها بقى احطها على ايه، احطها جنب اصحابها كده، وسع شويه كده بين دي وبين دي. حطي كميه في الطاسه، عارفه كل ما تحطي كميه كل ما هي تستوي اكتر، كل ما تديك النتيجه احسن ان شاء الله باذن الله. بصي مقرمشه ازاي، واخرقها دلوقتي قدام حضرتك وهتعجبك النتيجه باذن الله. كده هشيل دول بقى كده عشان استاذ محمد يستريح، بس انا عايزه اريحك والله، عايزه اريحك. ها هجيب منديل وهمسح قدام مكان البيت كده، وكلنا نمسح يا جماعه. بصي وهقول لحضرتك على حاجه ايه كويسه جدا، كل حلقه اقولها اقول لك عليها وانسى، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي انت مش لاقيه كحول مثلا، او ما عندكيش مقدره تشتري كحول، حطي خل. خل جميل جدا يا جماعه، معقم بصي رائع زي الكحول كده، بس الكحول اقوى. يعني ايه؟ هو مش بيعادله في الماده، هو الخل زي الكحول بس الكحول بقى ايه اشد شويه، بس برضو بيأدي الغرض يعني، بيأدي الغرض. اروح يا استاذ محمد؟ اروح صح؟ بدك ان انا اروح صح؟ بص كده مش عارفه التانيين بقى استوى ولا لا. بص شكلها حلو ازاي كده اهو، سيبهم بس التانيين دول يحمروا، وهما بيحمروا كده عشان استاذ محمد عايز يجري. مش عارفه ماله النهارده ومالي، مش عارفه والله، مش عارفه اخد فرصتي خالص. نعمل بقى دلوقتي يا استاذ محمد ايه؟ ها هشيل دول اهم اهو اهو عشان مش عارفه اخد فرصتي خالص. نعمل ايه بقى؟ الاستاذ محمد قال لي مقاديره موجوده تمام. التمر هندي نصنع ازاي؟ هوريك ازاي تصنعي التمر هندي في البيت بكل سهوله وانت قاعده كده في البيت. هتعملي كيلو السكر هيديك كميه كبيره، وهتعمليها يعني ايه مفيش تمام. وهنجيب هنا اهو مقادير التمر هندي عباره عن ايه. لا ده من الدقيقه، ده هقلبها ببعض. بصي ادي كيلو دقيق، بصي حضرتك كيلو سكر، كيلو دقيق انا واخده على الدقيق، كيلو سكر عليه ده ايه ده لون شوكولاته، معلقه كبيره اهي. بصي اهي عايزه اوريك كل حاجه والله، ده معلقه كبيره او نص معلقه لون شوكولاته عادي، تحطيه كده على كيلو السكر تمام. وعليهم بقى من عند العطار، كل الحاجات دي من عند العطار. اقلب دي كده اهو، اقلبها ببعضها كده. بصي هتقلب لون التمر هندي وطعم التمر هندي لا كلام. بصي كده اهو، بصي كده اهو، شوف كيلو السكر عليه الايه المعلقه الكبيره ايه لون شوكولاته. وادي اصنص هو من عند العطار، كل دول بصي الحاجات دي كلها من عند العطار. قولي له بس عايز اعمل كيلو كيلو تمر هندي وهيديك الحاجات دي. وادي روح التمر هندي اصنص، يعني روح زي ما بيقولوا روح الخل والحاجات دي، دي اصنص تمر هندي اوكي. وادي معلقه كبيره، نقلب كل ده. بصي الريحه والله العظيم تمر هندي لا كلام لا كلام كده اهو اهو، نقلب كده ببعضها كده. هو بقى اللي بيديك الاصنص ده اللي بيديك ايه، نزلت لنا المقادير يا استاذ محمد. وادي عليهم ايه المعلقه الكبيره ملح ليمون، ده الماده الحافظه اللي هي بتخلي حضرتك تحسي ان طعم التمر الهندي اللي انت جايباه من بره يعني تحسي بيه كده حلو عن الحاجات التانية تمام اهو. بصي بصي يا استاذ محمد جاي كده اهو، عملنا تمر هندي واحنا واقفين في ثانيه، في ثانيه كده اهو. وهجيب هنا ايه الرز اللي انا عاملاه حبه بحبه اهو، حبه وحبه، حبه بيضه وحبه ايه، حبه بيضه وحبه صفرة. ازاي ده؟ بطريقه سهله، ب2 جنيه لون هيعملوا لك كميه رز حلوه جدا. خلاص انا خلصت، هحط الفراخ بس خلاص اهو. بصي الفراخ كده يا استاذ محمد، بصي شكلها عامل ازاي اهي. بصي بصي الشرشيبه اللي فيها زي ما انت بتجيبها من بره، نفس الخلطه اللي بره قدام حضرتك اهي اهو كده، وبسيطه وسهله وان شاء الله باذن الله توفر عليكي في البيت اهو كده اهو. حاضر اهو هطلعها اهو اهو، طلعتها كمان. حاضر اهو كده. بصي حضرتك شايفاني وانا واقفه؟ ماشي عارفه والله، عارفه والله عارفه. خلاص كده عشان تبقى وجبه متكامله هنحط جنبها شويه البطاطس دول كده اهو، عشان تبقى وجبه بس كل ده يا استاذ محمد هيجي تاني. ماشي ماشي. ونحط جنبها هنا ايه اهم كده كده القطعتين دول، وادي الطبق ده
بلاش الطبق الكبير اللي معايا ده، خلينا في الطبق ده كده، شويه بطاطس، شويه شيبسي، حبتين خيار، طماطم، شويه بدنجان مخلل، وظبطي عيالك وظبطي الدنيا معاكي، يعني مش لازم حاجات غاليه، مش لازم اصناف غاليه يا جماعه كده اهو. هتجيبهم كده ولا اروح فين؟ ولا هتعمل زي كل مره؟ ماشي، اشيل الزيت بس على جنب عشان اكمل فيه الحاجه دي بعد الهوا. وادي التمر الهندي بتاعنا استاذ محمد جابه لنا، انا بس ابقى اكد على ده اهم حاجه عندي في الحلقه النهارده. طيب ماشي، انا هعمله لك كده اهو. ها اهو ماشي. حاضر يا استاذ محمد. والنهارده معلش الحلقه ضيقه معايا، مش عارفه ليه دايما الوقت مع حضراتكم بيخلص بسرعه. كل تعليقاتكم بتسعدني على صفحتي الشيفي منى والعين بالعربي، بحبكم جدا زي ما انتم بتحبوني، وبحب اقدم لكم حاجات سهله برضو زي ما انتم عايزين. ولدي الوقت النهارده مضطره اسفه غصب عني اقفل الحلقه، وزي ما شفتكم بخير وجيت لكم لقيتكم بخير، ان شاء الله اجي لكم المره الجايه الاقيكم على خير. تحياتي لحضراتكم جميعا جميعا من ابو العين. باي باي.